السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي، وشكم مبروكة. كنتمنى يا ربي نلقاكم في هذا الفيديو جديد بخير وعلى خير. صحتكم يا ربي واش ما تمنيتو في حياتكم. اليوم البنات جيت نشرب معكم، عندي هنا الكتف ديال العيد يا البنات، وغادي نشرب له وغنخليه يبات في الثلاجة طرغدا ان شاء الله يجي عندي مال الدار، وغادي نديرو الغدا وغادي نديرو في الفران. المهم الحاجة اللي غادي ندير غادي نشاركها معكم، غادي نشرملو بالمرزية والقرفة والزعفران البلدي والضمان الزعفران الحر وشوية الملحة. هانتوما معايا البنات، هانتوما البنات، انت راه قطعتها هكا البنات. هانتوما البنات، راه عندي الفران انا صغيرة البنات، داكشي باش درت ليها هكدا. دابا غادي نثنيها وغادي نديرها في البابي الألمنيوم باش حنت الفران انا عندي شوية صغير، مغاديش يهز ليها هداك الكتف. البنات راه عندي هاد الموزية هي باش غادي نشرملو، هاهي البنات غادي نخويها هنا. غادي ندير شوية د الما البنات، باش غادي نخلط هدا، عندي البنات دابا المرزية، عندي هنايا قرفة و سكنجبير وشوية الزعفران طنا الزعفران الحر والزعفران البلدي. غادي ندير شوية الزيت البلدي البنات، غادي نجرها حدايا هكدا. عندي فيها الملحة البنات، وعندي سمحوا لي راه يخلوكش الدراري باش تهضري اليوم. نزال ما تبعش الله هكذا، هانتوما البنات سمحوا لي راه غادي نشربها مزيان. هكا البنات كل شيء، غادي نبيت هاد الثلاجة بهاد الشامبو هنا دابا، كتجي زوينة يا سلام، تجي شابعة العطرية شابعة كيما درت الدجاج، درت حتى لهاد هاد الكتف. غادي ندير فيها الثوم البنات، غادي نخشي الثوم فهاد الحفرات اللي درت في الحيمة،
نعمر هاد الثومة يعني عصاد الرجز ديال الثومة ما قطعتهاش على البنات درتها بقشورها شوي شوي نتنفو برضو فران ونكمل داك الشي اللي خاصه ان شاء الله وانتم معايا بجينا حتى في الورا يا بابا لا فين هو تاكل دا بحال هادشي هو شدي عاود نزرق ياخذ هذا وسولي اللي تصبر ودار هذا شي سخون بسم الله بسم الله هانتوما خوتي زي يا خوتي الحول يا خوتي هاني Oh, no.
Thanks for watching. Don't forget to like the video.